السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابي الأعزاء، كيف حالكم؟ نأخذ اليوم إن شاء الله درسا جديدا في النحو تحت عنوان الفعل المبني للمجهول لطلاب الصف السابع. نواتج التعلم: الناتج الأول هو أن يميز الفعل المبني للمعلوم من الفعل المبني للمجهول. يميز الفعل المبني للمعلوم من الفعل المبني للمجهول. الفعل في الأصل مبني للمعلوم، وذلك يعني أن يأتي الفعل على صيغته الأصلية مثل سجل، فتح، علم، هذه في الماضي، ويكون فاعله معلوما. أمثلة على ذلك: سجل كاتب العدل العقد، سجل كاتب العدل العقد، فتح الحارس الباب، فتح الحارس الباب، علمت الخبر منذ قليل، علمت الخبر منذ قليل. وقد تتغير صيغة الفعل ويحذف فاعله، يحذف فاعله فيقوم المفعول به مقامه ويسمى نائب فاعل، أي المفعول به يعمل عمل الفاعل بعد حذفه. أمثلة على ذلك: سجل العقد، سجل العقد، كما تلاحظون في هذا المثال فقد حذفنا الفاعل وأبغينا المفعول به الذي حل محل الفاعل وأخذ الحركة الإعرابية، أخذ حركته الإعرابية. فتح الباب، أيضا هنا في هذه الجملة حذف الفاعل وهو الحارس وقام المفعول به الباب مقام الفاعل المحذوف. في الجملة الثالثة: علم الخبر، أيضا حذف هنا الفاعل وهو التاء وناب عنه المفعول به. عزيز الطالب، لاحظ علامة إعراب المفعول به في المجموعة الأولى، في هذه المجموعة لاحظ علامة إعراب المفعول به. وعلامة إعراب نائب الفاعل في الجمل السابقة، أي هذه الجمل الثلاثة، وماذا تلاحظ من تغيير؟ فكر ثم أجب. في المجموعة الأولى المفعول به، وفي المجموعة الثانية نائب الفاعل. نعم، أحسنت عزيز الطالب، في المجموعة الأولى المفعول به العقد والباب والخبر، الخبر العقد والباب والخبر، كما تلاحظون فهي منصوبة هنا بالفتحة الظاهرة على آخرها، منصوبة بالفتحة الظاهرة على آخرها، بينما في المجموعة الثانية سجل العقد وفتح الباب وعلم الخبر فهي نعم منتهية بالفعل، فهي منتهية بماذا؟ أو مرفوعة بالضمة، مرفوعة بالضمة، العقد الباب والخبر. إذن في المجموعة الأولى كانت منصوبة ومن ثم تغيرت هذه الحركة إلى علامة الرفع أي الضمة. الآن ناتج التعلم الثاني هو أن يحدد المتعلم صياغة الفعل المبني للمجهول من الفعل الماضي، من الفعل
الماضي. يصاغ الفعل المبني للمجهول من الفعل الماضي بضم أوله وكسر ما قبل آخره، أي الحرف الأول تظهر عليه الضمة والحرف القبل ما قبل الأخير تظهر عليه الكسرة، ويكون من الحروف من أصل الكلمة من الحروف الأصلية. مثالنا الأول كتب، هنا كتب الفعل مبني للمعلوم وهو فعل ماضي، تصبح كتيبا كتيبا. إذن كما تلاحظون هناك ضمة على الكاف وكسرة على الحرف الذي جاء قبل الأخير أو الحرف قبل الأخير الكسرة. الآن أترك لكم أن تحددوا صياغة الفعل المبني للمجهول من هذه الأفعال التالية: بعث، أكرم، بلغ، قال. بعث، أكرم، بلغ، وقال. فكر ثم أجب. إذن كتب تصبح كتيبة، بينما بعث أحسنت بعيثة بعيثة، وأكرم أكرم، وبلغ بلغ بلغ، وقال قيل. إذن بعث تصبح بعيثة، وأكرم أكرم، وبلغ بلغ، وقال قيل. نعم. الآن هذا كما لاحظتم جميع الأفعال هنا جاءت في صيغة الماضي أو في الزمن الماضي، وهنا تحولت إلى طبعا الماضي المبني للمعلوم، وهنا أصبحت ماضي مبني للمجهول. وكما تلاحظون ظهرت الضمة على جميع الحروف الأولى في بعث وأكرم وبلغ، بينما قيل فهو فعل معتل فتقلب الياء الألف إلى ياء قيل. الآن ننتقل إلى صياغة الناتج التعلم الثالث، وهو صياغة الفعل المبني للمجهول من الفعل المضارع. كيف يصاغ الفعل المبني للمجهول من الفعل المضارع؟ أعزاء الطلاب كما لاحظتم في الفعل الماضي ضم أوله وكسر ما قبل آخره، بينما الفعل المضارع الآن سوف نأخذ الفعل المضارع ويصاغ من الفعل المضارع بضم أوله وفتح ما قبل آخره. إذن الفتحة تظهر على الحرف قبل الأخير من الحروف الأصلية للكلمة. إذن يصاغ من المضارع بضم أوله وفتح ما قبل آخره. الآن أكتب المضارع من الأفعال السابقة بصيغتي المبني للمعلوم والمبني للمجهول. إذن الأفعال التي تناولناها منذ قليل في النشاط السابق نكتبها الآن في صيغة المضارع المبني للمعلوم وكذلك المضارع المبني للمجهول. أترك لكم الوقت للعودة إلى هذه الأفعال. مثلا كتب، بعث، أكرم، بلغ، وقال. هذه في صيغة الماضي المبني للمعلوم. نحولها الآن إلى المضارع. كتب تصبح يكتب، وبعث كيف تصبح فكر ثم أجب.
نكتبها الآن فقط في صيغة المضارع المبني للمعلومة، من ثم نقوم بتحويلها إلى المضارع المبني للمجهول وفق المطلوب. نعم أحسنت عزيز الطالب. بالفعل إذن بعث يبعث، والفعل الذي يليه أكرم يكرم، وبلغ يبلغ، وقال تصبح يقول. يبعث يكرم ويبلغ ويقول، هذه الأفعال هي في صيغة المضارع المبني للمعلوم. الآن نحول هذه الأفعال من المضارع المبني للمعلوم إلى المضارع المبني للمجهول. كما قلنا سابقا يصاغ المضارع بضم أوله وفتح ما قبل آخره إذا كان الفعل في نعم. الآن نحول هذه الأفعال من المضارع المبني للمعلوم إلى المضارع المبني للمجهول. يكتب ويكتب تصبح يكتب يكتب. كما تلاحظون ضم أوله وفتح ما قبل آخره، إذن ظهرت الضمة على الحرف الأول والفتحة على الحرف ما قبل الأخير. أيضا يبعث بالفعل أحسنت يبعث، إذن يبعث، ويكرم يكرم يكرم تصبح يكرم، ضم أوله وفتح ما قبل آخره. وأيضا يبلغ 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 تصبح يبلغ، إذن أيضا ضم أوله وفتح ما قبل آخره. وأيضا يقول تصبح يقال يقول، أيضا تصبح يقال. إلى هنا نكتفي بحصة اليوم من الكتاب، وننطلق الآن إلى حل ورقة العمل لكي نطبق ما تعلمناه من الدرس السابق. إذن الآن لدينا ورقة عمل المبني للمجهول. عزيز الطالب في البداية تذكر بأن الجملة الفعلية هي التي تبدأ بفعل، وتتكون الجملة الفعلية من ثلاثة أركان، هي فعل وفاعل ومفعول. فعل وفاعل ومفعول. في المبني للمعلوم يكون الفاعل معلوما أي معروفا ومحددا في الجملة، وفي حالة المبني للمجهول يحذف الفاعل وتصبح الجملة مبنية للمجهول. الآن لدينا النشاط الأول، هي أن نحول من المبني للمعلوم للمبني للمجهول في الجمل التالية وفق هذا النمط. هنا الجملة الأولى والثانية جمع الحطاب القشة، جمع الحطاب القشة، هنا الجملة مبنية للمعلوم وذلك لوجود الفاعل وهو الحطاب. في التحويل إلى المبني للمجهول وهو زمن ماضي أصبح جمع القش، جمع القش. كما تلاحظون ضمينا الحرف الأول وكسرنا ما قبل الأخير لأنه جاء في الزمن الماضي، جمع القش، وحذفنا هنا الفاعل وناب المفعول به منابه، وناب المفعول به منابه. الجملة الثانية كتب حمد درسه، كتب حمد الدرس. عند تحويلها إلى المبني للمجهول تصبح ك
كتب الدرس، كتب الدرس. إذن أيضا الفعل جاء في زمن في الزمن الماضي كتب، عند تحويله إلى المبني للمجهول ضمينا الحرف الأول وكسرنا ما قبل الآخر. كتب، كتب. الآن أعزائي الطلاب حولوا الجمل الثلاثة: حفظ راشد الحديث، خبز الخباز الخبز، سمع الرجل القرآن. الآن حولوا هذه الأفعال أو هذه الجمل من مبني للمعلوم إلى مبني للمجهول. أترك لكم الوقت الكافي، فكر ثم أجب. أحسنت عزيزة الطالب، نعم. حفظ راشد الحديث تصبح حفظ، حفظ الحديث، ضم أوله وكسر ما قبل آخره. إذن حفظ الحديث، هنا الفعل جاء في الزمن الماضي فضمينا الحرف الأول وكسرنا ما قبل الآخر، وناب المفعول به هنا مناب الفاعل وأخذ الحركة الأعرابية، بدل الحديث أصبح الحديث وأصبح اسمه نائب فاعل مرفوع. خبز الخباز الخبز تصبح، نعم أحسنت عزيز الطالب، خبز الخبز. إذن أيضا الفعل جاء في صيغة أو في الزمن الماضي فضمينا الحرف الأول وكسرنا ما قبل الآخر، وناب المفعول به مناب الفاعل. الجملة الخامسة: سمع الرجل القرآن، سمع الرجل القرآن، هنا مبنية للمعلوم وذلك لوجود الفاعل وهو الرجل. عندما نحولها نحذف، نحذف الفاعل فتصبح الجملة، نعم سمع القرآن، سمع القرآن في هذا الشكل تصبح لدينا الجمل مبنية أو جميع الجمل مبنية للمجهول. نعم، الآن النشاط الثاني في ورقة العمل، ونحول الفعل المبني للمجهول إلى فعل مبني للمعلوم ونغير ما يلزم، أي بعكس ما قمنا به منذ قليل. في الجملة الأولى وهي مبنية للمجهول، هنا رسمت الوردة، رسمت الوردة، شرب الحليب، شرب الحليب، ركبت الدراجة، ركبت الدراجة. إذن هنا لا يوجد لدينا فاعل، عند التحويل ماذا يجب علينا أن نفعل؟ فكر ثم أجب. نعم، إذن صحيح يجب علينا أن نضع فاعل لهذه الجمل كي تصبح مبنية للمعلوم. رسمت الوردة هنا تصبح رسم الولد الوردة، رسم الولد الوردة. شرب الحليب، نعم تصبح شرب الطفل الحليب. وركبت الدراجة نستطيع أن نقول
ركبت الفتاة الدراجة. بهذا الشكل تصبح الجمل كلها مبنية للمعلوم بعد إضافة الفاعل له. إذن الجمل التالية جميعها أصبحت مبنية للمعلوم بعد أن كانت مبنية للمجهول. الآن النشاط الثالث والأخير هو أن نصوب الخطأ في الجمل التالية. هناك خطأ في الجمل التالية، إذن نحدد الخطأ ومن ثم نصوبه. كسر الزجاج وقطف الولد الثمارة. قطف الولد الثمارة. نعم، الخطأ في الجملة الأولى. عزيز الطالب فكر ثم أجب. كسر، إذن هو الخطأ، تصبح كسيرة. كسر تصبح كسيرة. إذن في الجملة الأولى كسر هي الفاعل هنا مبني للمجهول، فيجب أن نضم أوله ونكسر ما قبله آخره. في الجملة الثانية، نعم، قطيفة، إذن الخطأ قطيفة، الصواب قطف. قطف الولد الثمار. قطف الولد الثمار. إلى هنا عزيزي الطالب نكون قد أنهينا حصتنا اليوم، وسوف نكمل إن شاء الله في الحصة القادمة. شكرا لكم.